موش يزولي هاملا بقى. أهلا وسهلا بكم. أكد الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة في سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه الثلاثاء أن قوات الجيش الليبي ستواصل عملياتها العسكرية في إطار عملية دروب النصر حتى تحرير سرت والجفرة. دراه شدد في تصريحات لوكالة الأناضول على أن سرت خط أحمر ولن نتنازل عن تحريرها، داعيا سكان سرت وقادة الرأي البارزين للمساهمة بإخراج الميليشيات التابعة لمجرم الحرب حفتر من المدينة. هذا وشدد دراه على رفض التفاوض مع حفتر بعد الجرائم الشنيعة التي ارتكبها واضطرار أكثر من 100,000 أسرة ليبية إلى مغادرة منازلها. طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها الثلاثاء بالتحقيق السريع في تورط ميليشيات مجرم الحرب حفتر في تعذيب أفراد من قوات الجيش الليبي وإعدامهم والتمثيل بجثثهم. البيان أضاف أن الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة بقيادة حفتر سجلت ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المحاكم الدولية والمحلية تحميل مسؤوليتها الكاملة ضد هذه الانتهاكات. من جهتها سجلت منظمة رصد الجرائم الليبية أمس الاثنين مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار لغم بعد رجوعهما لتفقد منزلهما بمنطقة جارف جنوب سرت. وحملت المنظمة عبر صفحتها مجرم الحرب حفتر مسؤولية زرع الألغام وسقوط الضحايا باعتبار تمركزها وسيطرتها على المدينة. قدرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الثلاثاء عدد مرتزقة الفاغنر الروس الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات مجرم الحرب حفتر في ليبيا بنحو 2000 مقاتل خلال الفترة الحالية، حيث شددت أخصائية العلاقات بالأفريكوم نيكول كيرشمان في تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة من أجل ضمان الأمن الإقليمي. وأضافت كيرشمان أن الشركات العسكرية الروسية التي يرعاها الكريملين لها تأثير مزعزع في أفريقيا، معتبرة أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.